التحرير نتاع رئيس التحرير والفريق التقني يكلموا فيها كل يوم قبل ما نعملوا هذا الديسكور مع المواطنين الكل، وقاعدين يقولوا لي باش ما ندخلش في امور الدوله ويلزم معناها في فكره التضامن مع الدوله. وفي الظروف هذه اللي سماها رئيس الحكومه في خطابه البارح اللي احنا في حاله حرب ويلزمنا معناها ما ننقدوش اوتخومون دي. انا راهو نحب نقول حاجه ونحب نهني السياسيين التوانسه، راهو رمناش في عام انتخابات ويلزمهم يتهناوا على البوست نتاعهم، كل واحد شاد بلاستو، رئيس الجمهوريه مازالوا له 4 سنين ونص، ورئيس الحكومه والبرلمان التونسي. الوغ احنا الهدف نتاعنا راهو ماهوش تدخل في عمل السياسي ولا في الاحزاب ولا المسؤولين هذوما، مش هذا دورنا ومش هذا الهدف. نحن الهدف نتاعنا يلزمنا نوصلوا نوضحوا بالنسبه للمسؤولين التوانسه اللي الرسائل اللي يبعث فيها المواطن التونسي، اللي اليوم نحب نشكرهم ونشكرهم بالكبير على خاطر وصلوا اكثر من 1,000,000 شافوا الفيديو الاخراني نتاعنا والتفاعل الايجابي مع الرساله اللي حبينا نتكلموا فيها في الفيديو اللي فات. الوغ حبيت نقول اليوم راو احنا دورنا نوصلوا الصوت ونوصلوا النصائح ونعطيوا توصيات للمسؤولين التوانسة. نحب نقول مرة اخرى ونعودها، راو دور المسؤول التونسي معناها بالخصوصية المسؤول السياسي الذي تطوع باش يدخل للحكم وحارب باش يدخل الحكم وعملوا ما يتعملوش باش يشدوا الحكم، راو هذا الرسالة هذه لكم انتم. خلنا نذكركم مرة أخرى، راكم متطوعين في خدمة الشعب التونسي. خلنا نذكركم فيما معنى القيادة وحكينا عليها المرة الأخرى leadership، راو يلزمكم انتم تمشيوا لخدمة الشعب التونسي متطوعين بالعربي، ما هي شمزية، راهو واجبك باش تخدم الشعب التونسي ومصالح المواطن، وما عندكش راو حتى شغب آخر أباغ مصالح الأسرة التونسية. ما فهمتش معناها فاش قاعدين نتخموا. الوغ انا حبيت نذكركم ما معنى دور السياسي. ثاني حاجه حبيت نذكر البارح نسمع في خطاب رئيس الحكومه، وانا ما نتفاعلش مع السياسيين الا ما بعد ما نسمع كلام المسؤولين التوانس. راهو الواحد يبدا مسؤول ويجي للشعب التونسي اللي اليوم حقيقه في الامور الاستثنائيه ذي خايف على عائلته، خايف من الموت، خايف من المرض ورب يستركم من الوباء هذا. وأكد رئيس الحكومة البارح وباش نقول لكم ما عنديش مشكلة ذاتية مع الياس فخفاخ، أنا جوست نتكلم معه خاطر هو المسؤول الأول اليوم، أكد اللي تونس في حالة حرب. أوكي في حالة حرب كما قال يوسف شاهد زاد قبله اللي احنا في حالة حرب ضد الفساد وضد الإرهاب، سي الياس فخفاخ قال اليوم احنا في حالة حرب ضد الوباء مع معناها عدو مختفي ما تنجمش تشوفه. اوكي باهي نمشي معاك. وقال وفي تقييمه هو وتقييم حكومته قال اللي المواطن التونسي يلزمه يتواضع ويلزمه يحمد ربي اوتخومون دي بالمتين دينار اللي باش تعطيها له الدوله. اولا الدوله هي تنتمي وراي متاع الشعب التونسي اولا. ثانيا كان انت رئيس الحكومه وحكومتك ومسؤولين البرلمان والسفراء والولاد معناها واللي شادين في رئاسة الجمهورية برئيسكم ورئيس حكومتكم ورئيس برلمانكم، على خاطر أنا فريمون عايش توا في أنا ولا عندي الشك اللي أنتم فاهمين المواطنين التوانسة، باش نقولكم صراحة وبكل احترام لمؤسسات هذية، وقت تقول المواطن التونسي يخلص كان 200 دينار ويسمح أحمد ربي، أنا عندي فكرة ما دام نحن في حالة حرب مالا بكلكم اخلصوا 200 دينار؟ ايش قولكم في الفكره هذه؟ مادام الموظف المسؤول كيما والي اللي هو تعيين سياسي والوزير تعيين سياسي وكاتب الدوله تعيين سياسي ورئيس الجمهوريه 30 مليون تعيين سياسي ورئيس البرلمان تعيين سياسي، الملك راشد الغنوشي نقصد اللي حوس في الجيت بريفي ب 300 مليون يمشي لعرفه في تركيا، اللي سودانمون اليوم غايب على الساحه السياسيه وغايب على المواطنين التوانسه، والبرلمانيين هذوما اللي هما عندهم دور تمثيلية المواطن وعندهم دور الرقابة وعندهم دور التشريعي، أينكم؟ أينكم في حالة الحرب؟ أنا وقتي رئيس حكومة اللي اليوم عنده الصلاحيات الكل مدة شهرين على الأقل معناه هو الناطق الفاتق،
يقول اللي تونسي ما يستحق 200 دينار ويزم يتواضع، انا معك اوكي نتواضع، لكن خلينا نتواضعوا الكل 200 دينار. الوغ انا ماذا بيا غدوه نقوم الوزراء الكل ورئيس الدوله ورئيس الحكومه والبرلمانيين كل تاخذوا 200 دينار باش تعرف واش معناها 200 دينار. تعرف بعث لي مواطن اكاك معناها بعث لي حاجه قال لي سفيان خليني نفسر لك قفه العائله التونسيه نتاع جمعه. والقفه هذه ما هياش انكلو فيها الانترنت اللي هو توا كل مواطن يلزمه عنده الانترنت. خاطر زاد سمعت البارح رئيس الحكومه قال اليوم المواطنين التوانسه ما يلزمش تحقرهم، راهم يفهموا الانترنت ويفهموا الديجيتال وباش نبعثوا لهم الفلوس اتراذير التليفون نتاعهم. هذا معناها قال اللي عندنا التوانسه كل واحد عنده تليفون وعنده حق الانترنت وعنده حق الواي فاي وعنده حق التليكوم الدي بي. باهي حط زيده على القفه هذه وزيد زاده على القفه هذه حق معناها الواي فاي في الدار. ما قلنا هذه هي القفه الجديده نتاع التوانسه يا خويا. القفه نتاع الجمعه ما غير الحم وما غير حوت وما غير انترنت تعرف قد ايه تتكلف؟ 50 دينار. 50 دينار راهو هذا مش يشرب فك الماء اللي جاي من فرنسا ولا كلمس ولا الكريمه سبيسيال وما عندوش راهو اولاد معناها يقراوا في المدارس الفرنسيه ليكول بريفي وما مش هذه مواطنين بوسطاء. القفه نتاع الجمعه ما غير الحم وما غير حوت وما غير انترنت وما غير واي فاي تتكلف 50 دينار. 50 دينار العائله فيها ام وبو وصغار. الوغ كان انتم تنجموا تعيشوا 200 دينار كمسؤولين سياسيين تفضلوا، كان انتم تنجموا تعيشوا بقفه نتاع 50 دينار تفضلوا. هذا شقل. حاجه اخرى حبيت نقول يلزمنا تواضع السياسيين، لازم تكونوا متواضعين، يلزم تكون عندكم ان بوكو دو موديستي، يلزم لوميليتي كما تفهموش ما بالسوري تفهموا اكثر على خاطر هذيك اللغه نتاعكم البرجوازيه التونسيه تفهموا كان بالسوري. هاني باش نكلمكم باللغه الفرنسيه الوغ كو انا تريننج نتاعي باللغه الانجليزيه، لكن شكرا للمدرسه الوطنيه تعلمت اللغه الفرنسيه على قاعده. ها باش نكلمكم باللغه الفرنسيه لوميليتي اي لا موديستي. اسمعوني بالكدا، تواضعوا شويه، ما تكلموش من الفوق. التوا فما عقده وقلت هنا ألف مره في التواصل نتاع السياسيين التوانسه وباش نقري درس اليوم الله غالب، وهذه راه نقولها والله افيك توت موديستي، وانا راني نبعد على الاشياء هذه، واللي يعرفني يعرف اللي انا انسان راني مواطن ناتورال عايش مع العباد الكل، انا نقضي بكرهبتي، نهز نشري في قفتي وحدي، خدمت بذراعي، نصرف في فليساتي، انا ما يعطي فيا حتى واحد حتى شيء، وعمري ما مديت والله لا يورينا كالنهار. لكن الناس اللي تستحق ما تستهبلوهاش بالديسكور، تواضعوا، كلموهم ببساطه يعيشكم، ما تكلموهمش من فوق. راهو انا كي سمعت الديسكور البارح جيتي ان بو سوربري، كانه معناها واحد مهددني شويه ولا مش هكا. قلت لك احنا اليوم في حالة خوف، في حالة رعب. قلت المشكلة هذه الاستثنائية اللي تكلموا عليها المسؤولين التوانسة، راهو كي نقول مسؤولين التوانسة خلينا نوضح، مش معناها مسؤول على خاطر انت عندك بزنس كارد فيها وزير ولا كاتب دولة ولا لا، نقصد نحترم المسؤول اللي يحس بالمسؤولية ويحس بلو ريسك المخاطر اللي يعيش فيها المواطن التونسي. مش نقصد جوست المسؤول اللي عنده مرسيدس وكرهبة للمرأة وزوز شوفورية وخدامة وعنده سبيتار خاص وعنده طب خاصين والتست يجي هو يتستوه هو لول، ما يتستوش المواطن والفرملي والخدام في السبيتار والبوليس والعسكري والديواني اللي هو قاعد يموت يوميا في الشارع باش يحمي الشعب التونسي، ما يتستوش. اما يتستوا الوزراء وكتاب الدولة ما يسالش، نحن المواطنين نستناو التست. ما اوكي هذه تضحيه من التضحيات الاخرى اللي البارح الصحفيين يسالوا في رئيس الحكومه باش نحل بارونتيز صغيره برسم قوموا برا وقدموا استقالتكم من صحفيين. انتم فوزاتوا بار صحفيين، شكون وين قريتوا الصحافه؟ شنو هي السؤالات هذيك؟ انا بوتيتر ليس فخفاخ عنده الحق، اما ما عرفتوش تسالوه السؤالات، مش هكا السؤالات. هاو باش نعاونكم اليوم نعطيكم درس شويه في السؤالات. الوغ البارح السؤالات كنتوا تنجموا تسالوها رئيس الحكومه، قل لي كي قلت انت عندك كونسي سيونتيفيك اللي احنا ركزنا عليه عندنا توا شهرين ونص، ارجعوا الفيديو الاول نتاعنا، قلت وريني السي في نتاع الناس الموجودين في الكونسي سيونتيفيك، وريهم لي نحب نعرف انا.
حب نشوف كمواطن هنيني راو نطمئن وقت في الاتصال المباشر مع المواطنين. قد ما تقدم معناها لديتاي وقد ما تفسر وقد ما توضح قد ما المواطن يطمئن ويصدقك. هذه الفرصة التاريخية اللي قلتها للسياسيين التوانسة. لكن مرة أخرى انتم اخترتوا اللي متحبوش تسمعوا الديسكور هذا. إذا ثم مواطن يسمع وصديق الياس الفخفاخ بربي وصلوا له الفيديو هذا، ربما المعاه ما همش قاعدين يوصلوا له في المساج هذا. أو علاش قلت أنا في الاتصال المباشر مع المواطن يلزم توريني الكونسي سيونتيفيك، قل لي شكون في الكونسي سيونتيفيك، اعطيني السيفي متاع الناس في الكونسي سيونتيفيك. وقلت في الكونسي سيونتيفيك ما يزيش طب فقط، يلزم لي زيكسبير، يلزم لي زيكسبير في البيك داتا، عندنا دي بروفيسور اونيفرسيتير في الماتيماتيك ابليكي، عندنا دي اناليست في الكوانتيتيف اناليسيس، عندنا دي اناليست في البريدكتيف مودلينج. هذوما يلزم يفسروا لي كور ويفسروا اش معناها المرض هذا واش باش يعمل في المجتمع التونسي. ثم حاجه اخرى نحب نفسرها، قلت الثاني حاجه نعملوها في خليه الازمات هذه اللي تلمد الثلاثه لي تخوا زيكيب، او اليوم الله غالب يزم نفسرها ليكيب الثانيه يزمها تتلهى برنامج تاع 120 يوم. برنامج تاع 20 يوم نحب نوضح الى اليوم ماناش فاهمينه. احنا بدينا الحكاية متاع المواطنين يقبوا في الشيكات وراهو عاد المنفذ يمشي لهم للديار، واخيرا الحكومة تقدمت قالت باهي ما عندناش اجراءات عدلية ضد الناس هذه. راي تونس كلها عايشة بالشيكات وعايشة بالكمبيالات، لازم تفهموا الشيء هذا. راهو المواطن التونسي والشركات الصغرى المتوسطة كانوا يخدموا ارواحهم وفي ظروف صعبة كما نعرفوا، على خاطر الاقتصاد التونسي كان في انهيار بطبيعته. جات الازمة هذه زدت غرقته وطيحته في الهفوف. لكن ما وقفنا مشينا اون دومي ايتاب وما كملناش. ما تجيش تقول بعد 15 يوم بعد 90 يوم راهو باش نبعثوا لك عد المنفذ، مش هذا الحل. انا اعطيتكم الحل، قلت لكم على مده 18 شهر اك الشيكات نتاع 90 يوم يخلصهم المواطن مده 18 شهر باش ما تغصروش، على خاطر كي يرجع الاقتصاد راهو كي الموتور المزوت لازم يسخن، يلزم الماكينه ترجع تخدم، ما نجمش يخلصوا جوست ابري 15 جور، افهموني. والدوله في المشكله الكبيره هذه، كانت دوله هذا دور الدوله الاساسي اللي الدوله تنجم معناها تخدم الخدمه هذه، راهي صنعه تكنيك. حاجه اخرى قلت لما باش نحميو المؤسسات الصغرى والمتوسطه، انا راني كاك الديسك المكسر باش نبقى ديما ندافع عليهم، على خاطر هما المحرك نتاع الاقتصاد التونسي وهما يمثلوا المواطنين التوانسه. شكون؟ الحجام، الجزار، البياض، الدهان، النجار، التاكسيست، الحمال في المارشي سنترال مسكين، العساس، هذوما الناس، هذه العائلة التونسية. والياس فخفاخ قالها هو بيدو وشدوا زير مالية قبل، قال هو بيدو ما كانش فاهم لو كونتوني متاع الطاقة البشرية التونسية. وانا عندي 10 سنين وانا نصيح 10 سنين قاعد نقول يا ولادي راهي الطاقة البشرية متاع تونس في انهيار كامل، ويزم تفهموا اللي تونس فيها على الاقل 5 ملايين توانسة فقراء. والله اسمعوا كلامي، 5 ملايين يا سيد رئيس حكومة، نحبك تفهم الحكاية هذه. ربما كان ما عندكش المعلومة، خل نعطيها لك المعلومة، بربي يكون سنسيبل للشيء هذا من فضلك. راو انت توا الانسان المسؤول الاول في الجمهورية التونسية، ونكلم فيك بكل معناها احترام وتقدير الى دورك في الجمهورية التونسية. ثاني حاجة قلت بالنسبة للشركات الصغرى المتوسطة، يلزم البنك سنترال اللي هي غايبة، ما زالت غايبة على الساحة، يلزم هي توفر اون فاسيليتي دو كريدي للبنوك باش يقدموا 10 ملايين هاو نعطيك في حلول 10 ملايين كريدي للشركات الصغرى والمتوسطة، يخلصوها مغير انتيريس على مدة عامين باش على الأقل ينقذ نفسه. ثالث حاجة قلت العباد اللي كارية اليوم الديار وكارية الأحوانت راهم متهدين باش يطردوا في الشارع في الظروف هذه، قلت يلزم توقف الإجراءات على الأقل بتاع 90 يوم بتاع الحجر هذا الكونفينيومون، معناها هذا الكونفينيومون نعمله فيه سانيتير، يلزم توقف باش ما تطردش العباد من ديارها والأحوانت متاعها. مساكن المواطنين ما عندهم وين يمشيوا. راو كيما نرجع ديما نقول
راهو بالنسبة للليدرشيب مش 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 يلزمها بخوميغمون الكاريزم. معناها كي تقعد لا عندك وزن باش المواطن يصدقك. ثاني حاجة يلزمك رؤية، يلزم واضحة، رؤية واضحة. اش معناها؟ ان بلان داتاك، نحي عليا الشعارات ونحي عليا الديماغوجيا ونحي عليا الايديولوجي. ليسونسييل هو لو براغماتيزم، اسمه لو براغماتيزم. لازم تكون انسان واقعي. انا ما عنديش دكتوراه في الاقتصاد ولا في الحقوق ولا نقرا في الشعر ولا انا نكذب عليكم بالقران ولا ما هذه كل ما نفهمهاش. انا انسان رجل ميدان عديد 35 سنه نخدم في المؤسسات والمخاطر نتاع الدول العظمى، نعرف اش معناها وقت تجي كريز، كيفاش تعمل مانجمنت دو لا كريز. الوغ اسمعوا كلامي. ثالث حاجه قلت في البلان هذا نتاع 90 120 يوم للمؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطه والعائله التونسيه، كان تحبوا 200 دينار فسرت لكم ما العباد الكل تمشي على 200 دينار. يلزم وقت تقود تقود باغ اكزامبل، تو دو اتر ليكزامبل، انت انت المثل. مش تبدا وزير ولا كاتب دوله ولا والي ولا سفير تضرب في البناين والكراهب والليسانس والخدامه والشوفوريه وتجي المواطن تقول له تواضع وعيش على 200 دينار. مالك كلنا نعيشوا على 200 دينار. انا راني نحب نذكركم راني مانيش في الدوله ومانيش مسؤول، عمري ما خدمت في حتى دوله ولا حتى اداره. الوغ سويون سانسير، كي نقولوا حاجه خلينا نكملوها مالا ونكونوا لي فري ليدر. الوغ يلزم لا فيزيون، يلزم بلان داتاك، ويلزم تفهم في ظروف هذية لو مانجمنت راهو يجي 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 بال كيفاش باش نقول لكم، يلزم يجي على نقط الضغط. لي بوان دو بريسيون في الكريز هما يوليو البرنامج، هما يوليو البرنامج بالنسبه للمجتمع التونسي. الوغ يفو فيغ اتونسيون. الوغ انا نحب نقول لكم مره اخرى يلزمكم تقودوا باغ اكزومبل. حاجه اخرى نحب نفهم انا تونس النهارين، وسامحوني خل نقرا لكم حاجه دخلت برشا فلوس من العالم، نحب نقراها بكل صراحه وسامحوني حتى ما نجمش نقرا من مراياتي. هذا المصدر من السيد وزير الماليه، 26 مارس ايطاليا تمنح تونس 158 مليار، 27 مارس البنوك تتبرع ب 122 مليار، 28 مارس الاتحاد الاوروبي يمنح تونس هيبه ف 800 مليار، 9 افريل البنك الاسلامي تمويل ب 800 مليار، و10 افريل حكومه السراج ب 45 مليار، 11 أفريل البنك الدولي تمويل بزوز 2 مليار 200، صندوق 18 يذكرني هذا في متاع بن علي أكثر من 85 مليار، ظهر لي رئيس الحكومة قال أكثر البارح، و700 مليار نجم نستغلوها في انخفاض السعر متاع البترول. ألوغ أنا عندي سؤال أخي، كي البارح الصحفيين هذوما كي سالوا رئيس الحكومه علاه ما سالوش وين الفلوس هذه؟ انا اش فهمت البارح؟ فهمت اللي تونس دوله فالسه، دوله فالسه ما فيهاش فلوس. الوغ كنت نستنى اللي مسؤول يخرج يقول رانا فالسين، اوكي نفهموه رانا مع بعضنا. اما نبداو مع بعضنا، مش يبدا وزير يضرب 3 ملايين ونص وكراهب وديار وكذا يعيش بطريقه والمواطن يعيش 200 دينار. حاجة أخرى قالوا أعطوا مليون تونسي 200 دينار. أنا فريمون والله نشك في الشيفر هذا سيد رئيس الحكومة، ربما ما قالوا لكش الحقيقة، على خاطر بعد ما حكيت أنت بعثوا لي دي ميساج على غلا أون إكسس إكسس دي ميساج. وتعرف اللي يخوف واللي يخوفني شوية اللي مجموعة كبيرة من الأمهات مطلقة بولادها وحدهم، ناس كبار وحدهم، عباد كان تصور في مليون واش يخدموا في الذي الشركات الحرة والمهنة الحرة طاحوا ما عادش عندهم مصروف. البارح سيد رئيس الحكومة كي قلت على 50 دينار تنحات لكل موظف قلت تطوع، برشا ناس راه ما هيش حاسة اللي هي تطوع، راهم اللي يخدموا في الصحة والأمنيين والديوانة والموظفين قالوا ما هيش تطوع. أنا معاك راي العباد يلزمها تطوع، أما بكلها يلزمها تطوع وكل واحد يجيبه بقداه يتطوع. اوكي الوغ هذه مش واضحه البارح في الديسكور، مش واضحه.
علاش احنا يلزمنا نتصلوا بالناس؟ كي نتصلوا بالناس نقولوا الحقيقة، نقولوا نعطيه هذه حملة وعي، يلزمنا نفسروا المواطن قد ما تفسر له وقد ما ثم معناها فما كلاريتي وفما ترانسبارانس قد ما المواطن يبدا متهني على روحه. الوغ بالنسبة لوزارة الصحة خلينا نحكيه، انا عندي سؤال، وزارة الصحة موظفين في الصحة يبعثوا لي في دي ميساج زادة يقولوا لي ما ثماش بي بي اي، هذه بيرسونال بروتكشن اكويبمنت، معناها الماسك والبلوزة والجواندوات والواحد تلبس على راسك والدوات تاع التعقيم ماهوش موجود. نعرف اللي في العالم فما كومبيتيسيون كبيرة، نعرف، لكن هذا درس لتونس. عندنا شركات نسيج ما شاء الله ما شاء الله، كيفاش تونس توصل ان بوان اللي ماناش قاعدين نصنعوا في الشيء هذا. ثاني حاجة، البارح قاعد نتفرج في أخطاء كبرى مع عند وزراء، الأخطاء هذه الكبيرة متاع وزير الثقافة، وزير الدفاع، وزير الصناعة الأعطاء متاع واحد صاحبه من حزبه اللي طلع هو فيس بريزيدون فلوتيكا ورئيس مال الشامبر متاع الأمور هذه متاع لي برودوي بارا فارماسوتيك اكسيتيرا بارا ميديكال. كم بارازاغ البارح نسمع اللي فما تبرير للأعمال هذه. أنا معاكم اللي يلزم في حال الطوارئ يلزمنا نلقاو لي سوليسيون وننقصوا في البيروقراطية، أنا معاك مش مشكلة، أما الشفافية أهم. ما كانش باش ندخلوا في سيركل فيسيو ويوليو العباد تتعدى على القانون وحد ما هو يتبعها. نجمو نعملوا الحاجتين، نجمو نتحكموا ونتصرفوا في حال الطوارئ، لكن اون ميم تان يلزم احترام القانون. الوغ انا ذي راي فيها ضبابيه وتقلق الناس، وتقلق الناس مالوغوزمون. علاش 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 نحكي على الشيء هذا؟ خاطر في السياسه، في السياسه لا بيرسيبسيون راهي رياليتي، لا بيرسيبسيون راهي رياليتي. انا اللي حسيته اللي نحسه اون جينيرال مع المواطنين التوانسه اليوم، اللي يحس اللي دولته اللي با كونيكتي مع المواطن نتاعها، مازلنا ما بنيناش شكل قنطرة بين اللي يحكم واللي وصل وحده للحكم، تطوع الحكم. بالله لهنا خليني نتكلم على فكره وهذه حتى الفريق نتاعي ما عجبتوش، لكن انا باش نقولها خاطر انا صادق في كلامي ونقول فيها لربي راهو ونقول فيها، خاطر انا اولا انسان نمن بالعقيده ونخاف من ربي وباش نقول الكلام اللي في قلبي. اوكي، قلت راهو المواطن التونسي، نحبك تتذكر انت وصلت الناس هذه للحكم، انت اعطيت 3 ملايين فوت قيس سعيد، انت اعطيته مش انا اعطيته، وجماعه قيس سعيد ما غير ما تبعثوا لي مساجات ريلاكس رئيسكم مده 5 سنين سي با غاف. اوكي، وانا احترم صوت الشعب، هذيك الديمقراطيه. اما انتم جبتوا قيس سعيد وكان فهمتوا اكل البروباغندا نتاع العظمه، كان واحد فيكم صدقها، ما لابوها لي ما تفهم شيء. ما تقوليش كومبارازار واحد عنده عظمه خارج كومبارازار قابل كورتيج تاع رئيس دوله بالسيكوريتي، وكومبارازار يعرف نائب رئيس البرلمان من القروان اللي يشكر فيه في الفيديو، وكومبارازار عنده مشاكل العالم الكل هو اللي معناها سويون سيريو. بالله اسمعون، ما كان انت بوهيل انا مانيش بوهيل. الوغ يلزم البروباغندا الفارغه ما تصلح لشيء. هذه سياسه كاردونا راهي ما نجحتش، وسياسه المقارونه ما تنجحش، وسياسه الدين ما تنجحش، وبيعان الدين ما تنجحش، وتفرق الجمهوريه بين الجهات ما تنجحش. راهو الديسكور هذا فارغ، مش هذا المواطن. لا حاجته بمصطلحات ثوره ولا حاجته بمصطلحات دين ولا حاجته بحد شيء، المواطن قاعد يفركس على النتائج. شنية المسؤولية؟ وفي ظروف الاستثنائية الدولة هي الوحيدة تعمل الدور اللازم. بلاش نجبر لكم حاجة عن باراليل. أنا قلت من عام استقلال تونس لليوم عمري ما حسيت، وذي راهو ديسكور ما نش نقول فيه، ما عنديش معناها اونوتر انتونسيون، نقول فيه اونيتمان، عمري ما حسيت اللي تونس مستعمرة كما حس بها اليوم. تونس دولة مستعمرة أساسا، واللي خلانا غرقين اونكور ميو أكثر بلوس جو ميكسكوز هي الدولة الفرنسية ودورها في الدولة التونسية. أبار لو فات اللي رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء أبارامون ودي بي دي جي كلها فرنسيس،
وما طلبوش السماح، مازالوا مكملين. هرا مثال، اما المعمر نتاع تونس بسمي أذار سفير فرنسا اللي في تونس، منين جاتك تخرج تعمل في ديسكور وانت قاعد في الليزي نتاعك في المرسى، قاعد تقرر وقتاش يقراو في المدرسه الفرنسيه ولا ما يقراوش؟ هذا راه دور وزير التربيه التونسيه. اخويا اخي، تونس راهي دوله مستقله عندي انا على الاقل، لكن تعرفوا مشكله من مشاكل المجتمع التونسي هي التبعيه للدوله الفرنسيه اللي مازالت محطمتنا، مازالت محطمتنا حتى قرن وحده، حتى في القرن هذا الى اليوم. اذا تشوفوا في انهيار الاقتصاد التونسي والانهيار الثقافي والانهيار المجتمعي والانهيار، معناها تركم ونعرف مشاكلكم كان انا على خاطر حسيتها وعشتها، لكن الدوله الفرنسيه داخله لهنا في تونس دخله اكسبسيونال في الظروف هذه. نحب نذكر حاجه اخرى، شفتوا الظروف الصعبه هذه، لقينا باش نلقاو كان بعضنا كتوانس، كان بعضنا. شفتوا هذه الوباء رب العالم الكل، لقينا ارواحنا وحدنا. وما نحبش الدوله التونسيه تتخلى على المواطن، ما عندي حتى اوبجكتيف اخر. مره اخرى نذكر السياسيين، راكم مازلتوا 2024 تهناو، ماناش رانا ماناش في كومبيتيسيون معاكم، ماناش في كومبيتيسيون، تهناو ريلاكس، رانا لهنا تحت ذمتكم، حبوا نخدموا بلادنا. حاجه اخرى نحب نتجه بشكر المواطنين التوانسه اللي كلموني من الدول العربيه كل، من قطر كلموني، من السعوديه كلموني، من الامارات كلموني، من امريكا كلموني، من فرنسا، من ايطاليا، من جهات الكل. عجبتكم الفكره اللي راه وصلنا برسك 1 مليون اي بلوس دو فيو، كلكم تحبوا ركزوا على هذا الصندوق هذا اللي نحبوا نكونوه باش نعاونوا به المواطنين التوانسه. وفي الاورغانيزاسيون باش هذا سميوها ان شاء الله تونيزيا سترونغ، نحبوا نخلقوا اورغانيزاسيون جديده لمدوا فيها التوانسه في الهجره، على خاطر انتم تعرفوا التوانسه في الهجره كما انا نعرف، عندنا قوه اخرى نجموا نلمدوا بعضنا، ما يلزمناش مؤسسات كبيره ولا جمعيات اخرى، يلزمنا نتلمدوا نعملوا جمعيه واحده باش نكونوا صوت قوي في بناء تونس الجديده. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نحب نحكي على لوليدات تونس والشباب التونسي، كما قلت لكم وراني باش نذكركم، مانيش باش نتخلى عليكم، راهو في الولايات المتحده باش نبداو صندوق وباش نمشي ندور على لي بي دي جي نتاع لي غراند انتربريز دو تكنولوجي ولي غراند انتربريز نتاع لي هيلث كير ولي فونداسيون، باش نبداو كل فونداسيون باش نركزوا على التكنولوجيا في ديمقراطيه التكنولوجيا للمواطنين التوانسه اي سورتو الشباب، وزاد الموبل هيلث كير اللي باش نقدموه للارياف والعائلات اللي ما تنجمش توصل تمشي للسبيطارات وتخلص برشا فلوس. انا حبيت نوعدكم اللي راي الفكره هذيك ما زالت موجوده، وادعو الناس تحب تعاوننا، يلزمنا نتوحدوا، اذا تحبوا نقويوا صوتنا يلزمنا نجتمعوا مع بعضنا، مع بعضنا ما يلزمناش نكونوا متشتتين. وان شاء الله نلقاكم في خير ونلقى تونس ديما في خير، وشكرا.